مرحبا بكم في ثالث نشاراتنا الرياضية، والبداية مشاركات فرقنا في المسابقات الإفريقية ومباريات الدور التمهيدي الأخير، مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأخير من كأس الكونفدرالية الإفريقية. ديريكت خلنا نمشيو 9 دقائق لعب في الملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير، والاتحاد الرياضي المنستيري يفتتح في اللحظات هذه نتيجة أمام نهضة بركان باهية برشا. كما قاعدين نشوفوا تو الهدف الأول، كما قاعدين نشوفوا احنا في التلفزة الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري بعد مرور أقل من 10 دقائق من بداية المباراة ضد نهضة بركان. هكا بداية باهية الاتحاد الرياضي المنستيري كما قلنا يلعب ضد نهضة بركان. التشكيلة اللي اختارها داركو نوفيتش نلقاو فيها البشير بن سعيد، حسام تقاع، عثمان وترا، محمد الصغراوي، هشام بكار، علي دريدي، يوسف أمارو، عبد القادر بوتيش، أمين بوزيان، هيكل الشيخاوي، وعبد الرحمن أمقران. كما قلنا 10 دقائق لعب والنتيجة هدف لصفر لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. وفي التوغو في ملعب كيجي بمدينة لومين، نادي الرياضي الصفاقسي تعادل خسر عفوا أمام أسكو ديكارا بهدفين لهدف. هدف النادي الرياضي الصفاقسي كان جاء عن طريق أشرف الحباسي في الدقيقة 58 بعد ضربة جزاء. توقفت مباراة أكثر من 7 دقائق باش الحكام في الأخر أعطاه ضربة الجزاء هذه، والحسم باش يكون إن شاء الله في ملعب الطيب المهيري يوم الأربعاء القادم. وقبل ليو سمو والسي اس اس، النادي الافريقي كان تعادل في بنجامام كابا في دار السلام مع يونغ افريكان دون اهداف في مباراه سبقتها برشا مشاكل تنظيميه وسوء معامله لبعثه النادي الافريقي. شفنا كل الفيديو اللي تلقاوها على باج موزايكا فيم شنو اللي صار بالضبط في الفيستيريت، برشا ميم سايب وبرشا مشاكل صارت عليه مع بعثه النادي الافريقي. المهم كونه رياضيا وعلى الميدان النادي الافريقي رجع بالتعادل من دار السلام، والحسم زاد باش يكون في مباراه العوده يوم 9 نوفمبر القادم في ملعب حمادي العقربي برادس. مش بعيد برشا على الأجواء في تنزانيا، خلنا نرجع لتونس. وثلاثة مباريات تلعبوا اليوم في ضمن الجولة الخامسة من رابطة المحترفة الأولى. علاش قلنا هكا؟ على خاطر الحقيقة شفنا برشا حاجات غريبة اليوم. خلنا نبداو الساعة باستاد 15 اكتوبر، وين النادي البنزرتي انهزم امام الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر، هدف محمد امين بن حميده في الدقيقه 67. بعد الهدف هذا مباشره المدرب المساعد للترجي الرياضي التونسي نادر داود كان باش يحتفل مع الملاعبيه نتاعو، ولكن تلقى حجره على راسه، تعرض لاصابه 3 غرز. شفنا كلنا الصور، كانت الحقيقه مؤلمه ما نحبوش نشوفها في استاد نتاعنا. واذا تعرض الى اصابه على الراس وعملوا له 3 غرز. كيف بعد المباراه ثم اطلاق غاز كثيف في محيط الملعب، حتى الصحفيين ما خلوهمش لا ياخذوا صور ولا ينجموا يشوفوا شنو اللي قاعد يصير بالضبط. واكيد ثم اكثر تفاصيل تلقاوها بعد مع زميلي حيدر في ريكاب سبورت. وفي الشاب الهلال ينقاد لهزيمة ضد أمل حمام سوسة بهدف لصفر، هدف سجله النيجيري دافيد أنكيي وهو ثاني هدف ليه الموسم هذا. والمباراة هذه زاد بعد نهايتها أعلن قيس اليعقوبي عن استقالته من تدريب هلال الشاب دون توضيح الأسباب اللي خلته ياخذ القرار هذايا. المباراة الأخيرة تلعبت اليوم في بوعلي الحوار في سوسة، النجم الرياضي الساحلي تعادل مع الملعب التونسي بهدفين لهدفين. أهداف النجم الرياضي الساحلي كان سجلهم محمد الضاوي وأسامة عبيد في الدقيقة 2 ودقيقة 36. أهداف ستاد تونيزيان سجلهم هيثم الجويني ولامين نداو في الدقائق 30 و62. والمباراة هذه زاد فيها حكاية أخرى، اللاعب غفران النوالي كان تعرض لإصابة خطيرة جدا على مستوى الرأس وعلى مستوى الرقبة بعد ما دخل في ديال شوك مع واحد من زملائهم الفريق. تم على أثرها نقلوا الى المستشفى وين خضع لفحوصات اوليه اثبتت مبدئيا سلامته الحمد لله يا رب. احنا كنا في اتصال مع واحد من الاطار من اعضاء الاطار الطبي للنجم الرياضي الساحلي، اكد لنا كونه الفحوصات الاوليه مطمئنه، باش يزيد يعمل كشوفات اخرى باش يبقى تحت المراقبه الصحيه ان شاء الله لاباس للاعب النجم الرياضي الساحلي غفران النوالي. خارج تونس في كأس الكاف، أيمن الصفاقسي هداف مع فيوتشر في أنغولا ضد بريميرو دي أغوستي، مباراة ضمن الدور التمهيدي الثالث، ذهب الدور التمهيدي الثالث من كأس الكونفدرالية الإفريقية، انتهت بالتعادل هدف لهدف. وأيمن الصفاقسي كان صاحب الهدف ضد بريميرو دي أغوستي. في نفس المسابقة نيجي ليك متقدم بعد تقريبا 80 دقيقة على بيراميدز بهدف لصفر، وفخر الدين بن يوسف كان أساسي في تشكيل بيراميدز. في الدوري المصري الجولة الثالثة الأهلي فاز على الداخلية 4-1، وعلي معلول كان غايب بسبب عنده غريب، عنده نزلة برد. الزمالك يواجه حاليا فريق إنبي، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري زوز أساسيين مع الزمالك، ورفيق قابو أساسي مع فريق إنبي. وفي الشامبيونشيب 8-9 غرباح، انا بعد المجبري باش يكون متواجد مع برمنغهام سيتي في المباراة اللي تجمعوا ضد ميلوول في ضمن الجولة 19 من الشامبيونشيب.
وبالطبيعة الموعد الأهم ليلة هو مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة زادة للتشامبيونز ليج الجولة السادسة الثمانية غرباع السبعة غرباع. ريال مدريد يواجه سلتيك في سانتياغو برنابيو، شختار يواجه لايبزيغ ويزمو ينتصر باش يمر إلى الدور القادم من تشامبيونز ليج. التسعة متاع الليل أوف سي كوبنهاجن يواجه دورتموند، مانشستر سيتي يستقبل في الاتحاد إشبيليا، اليوفي يستقبل البي اس جي في أليانز ستاديوم، الميلان يواجه ريد بول سالزبورغ ويستحق نقطة واحدة إلى المرور من أجل المرور إلى الدور القادم بما أنه عنده 7 نقاط وريد بول سالزبورغ عنده 6 نقاط. والمباراة الأخيرة تجمع تشيلسي بدينامو زغرب في ستامفورد بريدج. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام.